ومن جديد أهلا وسهلا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع عبر إذاعة راديو كابا فام. ومن جديد نعود نرحب محمد خمير من اليمين. أهلا وسهلا بك كابتن. مرحبا مرحبا بك خويا محمد. مرحبا والله يعطيك الصحة محمد، رغم معناتها المريض شوية محمد وكنت حاضر معنا ولبيت الدعوة بحضورك معنا اليوم في برنامج استاد الكاب من جديد. مشكور جدا على الحضور. إلى اليسار أكيد المحلل الفني وليد بن حاحة، أهلا وسهلا بك وليد. مساء النور محمد، الحمد لله أنا لاباس مانيش كيما محمد. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله الشباب في صعيد نبدل عليه الطقس في تونس. عنده الحق أكيد وليد. باش نحكيو شوية على الأجواء كأس إفريقيا بعد لحظات أو بعد قليل انطلاق مباراة النهائي لكودوفوار نيجيريا. أيضا مش نحكيه على كأس آسيا، لكن قبل هذا مش نحكيه على تصريحات علي البريغي. علي البريغي كان طالب هيئة النجم الساحلي بمستحقاته. أيضا تصريحات صادمة وخطيرة نوعا ما بالنسبة للاعب علي البريغي. الأسبوع على فارت وليد في نفس هذا المنبر كنت تحدث عن مستحقات النجم الساحلي، كنت تحدثت أيضا على برشة ملاعبية ما همش قاعدين يخصوا بالنسبة مع النجم الساحلي. وعلي البريغي الأسبوع هذا أواخر الأسبوع خرج وحكاه، وحتى من نبرة صوت علي البريغي من العبارات اللي استعملهم علي البريغي الحقيقة ظاهر وليد أنه إنسان يطالب بمستحقات، وإنسان تظلم. يقول لك 8 شهور مخلصتش في النجم الرياضي الساحلي، حاله حال برشا ملاعبي. هو علي البريغي مثال مصغر العديد من اللاعبين في البطولة الوطنية بتاعنا، كسوا الآ ولا البي، وفي التروا نون بارلون بلو. علي يتكلم معناتها بحرقة شديدة. بون هو ملاعبي وراه عائلة وراه التزامات كيف أي مواطن تونسي. هل يعقل معناتها ملاعب يقعد 8 شهور ما يخلصش؟ كيفاه باش يعيش؟ كيفاه باش يعطيك روندمون سير تيران؟ كيفاه باش يركز؟ عنده معناتها التزامات، وعنده الماء، عنده الضوء، عنده ولاد وتقرا. هذا معناتها ما يجرنا بوتيتر نحلوا حتى الدوسي نتاع العديد من اللاعبين اللي شكاوا بالانديه، خاصه ابناء النجم الساحلي وليد. علاش انا قلت لك الاسبوع القادم كنت حكيت على الاطوال بصفه ممكن استثنائيه، وبرشا برشا ناس لموني قالوا لي ما نتوقعوش الشيء هذا يصير في الاطوال. انا حكيت قلت فما ملاعبيه ما عندهاش حتى باش تتنقل للتمارين وتحضر التمارين، فما ملاعبيه قاعده تتسلف في الفلوس، تتسلف في 100 وفي 200 دينار باش تاخذ تاكسيات تمشي تتنقل تحضر تمارين. هوني راني نحكي في مستوى النجم الساحلي، يا فريق الكبير من فريق النجم الساحلي. انت كنت تعرف محمد، وفي بيننا عندنا 3 و4 جماعه بالموضوع هذا، نعرفوا حتى اللي العباد اللي سافرت في الشامبيونز ليغ كيفاش والديها مدت لها 50 اورو. كان عندنا شاهد عيان معانا معناتها من غير ما نسميوه، معناتها ملاعبيه نتاع ليطوال سورتو ولاد ليطوال كلهم مش ياخذوا في فلوس ويحيروا في 10,000 مش في 200 دينار تحكي عليهم انت. معناتها الوضعيه كي توصل النجم الرياضي الساحلي بالكيفيه هذه فما بالك الانديه الاخرين. تعرف محمد راه فما ملاعبيه خاصه في الفازله اللي هذه اللي النتائج لا تعني الرؤساء ولا تعني معناتها ما عدا شكون الاول وشكون الثاني في مرحله البلاي اوف، راهو اغلبيه الانديه ما يهمهاش، لا يهمها في باش تخلصك ولا يهمها باش تعمل لك توفر لك ظروف العمل المريحه، ما يهمهم في حتى شيء. معناتها يزون في التابلو هذايا نتاع الدو بول باش ما تصرف كان في الفاز نتاع البلاي اوف والبلاي اوت. معناتها تو ما عدا الترجي الرياضي التونسي على خاطر معناتها بستركتوري الجمعية بلوز او موا، ونختلف برشا باش يقولوا على خاطر حمدي المدب، لا خاطر الترجي مارك ديبوزي موجودة عند الموارد وموجودة عند الفلوس. حتى الترجي في وقت ما كان في أزمة أيضا منع من الانتداب وليد، خلينا نكون واقعيين، راهو الأزمة المالية بالنسبة سواء للنجم أو للترجي كل الجمعيات التونسية تقريبا تعاني في أزمة مالية. حتى في التقرير المالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الجلسة العامة الأخيرة للترجي فما عجز ب3 مليارات في الميزانية للترجي. لا لا في يعني. في وعلي التقرير المالي كيف باش تحكي معايا على التقرير المالي تاع الترجي الرياضي التونسي؟ انا نقول لك فيه وعليه، وديجا حكينا فيه الموضوع هذا قبل. كيفاش فيه وعليه؟ فيه وعليه كيفاش؟ فما حاجات مش واضحه في التقرير المالي.
هو برشا عديد اي انا انا كصحفي نتبع تقرير مالي نتاع فريق اي العديد من النقاط مش واضحه في التقرير المالي نتاع الترجي النادي التونسي بمعنى كل عام يقول لك انا ديفيسيتير ما هو هكا ولا واني انا كملت من مكتوبي مثلا مداخيل ترجي بلوس ويني في التقرير المالي تاع الترجي الرياضي التونسي اكزامبل نحكي فهمت المستشهر الاول للترجي الرياضي التونسي قداش قاعد يدفع في فلوس واسكو هو ياخو معناتها الاسبيرانس كمتى ملك خاص يا اخي ما فماش شركات عالميه اخرى اللي قادره تحط فلوس في جمعيه تلعب في المسابقات العالميه كما الترجي الرياضي التونسي واضح هذا موضوع تونجيوه خلينا نرجعوا تصريح علي البريقي مع محمد خمير محمد رايك كنت احيانا تكون قريب شويه من الملاعبيه رايك في تصريح علي البريقي هذا الحقيقه تصريح صادم لانه حتى علي كان يتكلم بلهجه صعيبه شويه خليني نقول لانه ظاهر هذا مفهوم من الملاعبي يقول لك 8 شهور ما خلصتش مع النجم الرياضي الساحلي خليني اقول لك خويا محمد احنا اذا كان نحبوا نلوجوا مثال تاع على الحل مثال ايميدياتمون شنو ينجم يكون الحل الحل ينجم يكون كان من عند شخص كان من عند محب كان من عند اللي مستانس ينفق معناتها على النادي مثال على النجم لكن احنا اذا كان نحبوا نشوفوا الحل مثال الونتيرم لازم اني نظام الجمعياتي هذا معناتها لازم يتغير ولازم معناتها إرادة كبيرة يعني ما بين الجامعة وما بين الدولة يعني اللي تخليني أقول لك مداخيل القارة للمعات الجمعيات الكل ما تغطيش يعني كافة الانتدابات ومعاته كافة الستاجيات والمصاريف راهو الشيء بعيد على بعض وبرشا معناتها هذا اللي باش ينجر معناتها اللي باش تلقى معناتها مشاكل مالية خانقة وخليني أقول لك راهو المدربين التوانسة واللاعبين التوانسة راهم تقريب حاليا من اكثر العباد اللي قاعده تعاني على الساحه الافريقيه وخليني نقول لك العربيه خاطر محمد فما ثقافه في تونس ثقافه يذولي ولا الحقيقه انا ريتها بون لكن في تونس بصفه كبيره برشا ولد النادي ما حقوش يتكلم ولد النادي ما يلزمش يقول راه حاجتي بفلوسي ولد النادي ما يلزموش يلوم ولد النادي ما يلزمش يطالب مستحقاته هذه ثقافة دارجة الحقيقة في تونس علاش العباد تلوم في علي البريقي لأنه يعني ابن النجم الرياضي الساحلي تراها عادية مو سامحني ولد النادي مو ذاك كما نقولوا ما حتى نحن عمر اللاعب قصير خي مو ذاك مورد رزقه هو يعلم به ربي يعني معناته هو عنده صغيرات وعنده عائلته يعني هذا مورد رزقه يعني ما تجيش انت معناته في الكونترا انت زاد على انه اساس تجيب اللاعب وتصحح له الكونترا متاعه وبعد ما تقدرش يعني تغطي له معناتها مستحقاته يعني يعني هذا تولي معناتها كيفاش يعني معناتها يتقلب حق بون تقعد ردة الفعل هذيك نجمو نحكيو فيها كانت أخلاقية أو مش أخلاقية زادا كان بحلقة كبيرة هو زادا ياسر بحلقة كبيرة كيف نسمعوا معناتها اللي فما لاعبين تخلص لاعبين ليه هذا تولي إشكال كبير ياسر واضح حما وليد أبناء النادي خاصة في الفرق التونسية كلها ثقافة جديدة قديمة هي الحقيقة موجودة انه ابن النادي ما يلزموش يتكلم ابن النادي يلزم يرضى باللي مش ياخذ ابن النادي ما يلزمش يطالب بالزيادة في الشهرية ابن النادي ما يلزمش يطالب مستحقاته يا اخي الى اين اش اقول لك الى اين احنا بصراحة يعني نبيض في سياسة الفقر والميزيريا في البلاد هذه احنا شعب كلمة زوالي حاجة باهية لا يا اخوي كلمة زوالي حاجة مش باهية سيدنا عمر قال لو كان الفقر رجل لقتلته احنا نحبوا الزويلي ونحبوا الفقير والميزر والجمعيه صافي بارتي دو سا معناتها كونه هو قلت لي فما معلومه بكري انه حتى بعض الاسماء اللاعبين الموجودين في النجم الساحلي قاعدين يخلصوا فما اللي ريكروتي قاعدين يخلصوا هذه معناتها معلومه اكيد اللي ريكروتي بالتحديد اللي جايبهم زياد الجزيري قاعدين يخلصوا ولاد السونتر دو فورماسيون تاع ليطوال مش قاعدين يخلصوا ولاد الجمعيه مش قاعدين يخلصوا فهم باه تو محمد بكري كان يحكي على الحل الظرفي يلزم راجل كيما نقولوا راجل اعمال مثلا يصرف لا خويا انا ما نعطيكش فلوس ولادي برا شوف حل جمعياتك برا شوف امشي شوف حل انت خاطر سي محمد ما تعرفش رجال الاعمال تو فاش قاعده تعاني في التو دانفلاسيون اكتويل
اللي موجوده معناتها باش هو يجيب قطعه للماكينه نتاعو برا شوفها قداش وليت القطعه. وقت اللي انت تشوف معناتها الاداءات المشيطه اللي هابطه على الشركات، خويا انا كراجل اعمال يجعلني نخلص خدامتي ونخلص السي ان اس اس نتاعي والروتيني على سورس نتاعي في وقت، خاطر سينو ندخل في بيناليتي. انا اللي يهمني فيك ولا في جمعيتك مالي ومالك انا، انت صحح لي كونتراتو كيما عليا بريكي يسال 35 مليون نمشي نجبدهم من كونت انا الشركه نتاعي باش نعطيهم عليا البريكي. ما نعطيكش خويا، الدنيا تبدلت خويا العزيز، فوتبول في العالم اجمع حتى في موريتانيا راه تبدل، ما عادش هذيا راجل عمال يجي يحط فلوس وما يحطش فلوس. وانا من منبر هذا نقول لهم ما عادش تحطوا فلوسكم، ما على الدولة ساعة وزارة الشباب والرياضة ما عاملة ميزانية. يا أخي الميزانية ماشية لشنو؟ لخلاص السالاريات لشنو ماشية الميزانية؟ هي اسمها وزارة الشباب والرياضة، لا رينا رياضة ولا رينا شباب. شباب يشوفوا فيه ياخو في الفلاية كعبة البحرسي محمد، شنو وزارة الشباب والرياضة؟ فاش قاعدة تعمل؟ شي إضافة؟ يسألوا رواحهم مع كامل احترامات المقاماتهم ومناصبهم، يسألوا رواحهم فاش قاعدين يقدموا للشباب في تونس. يا اخي انت تجي تقول لي 20% من البيجي نتاع تكسسوا الكلوب يلزم يمشي للاندية، منين البيجي؟ بلدية ما عادش تعطي خوي، ولاية ما عادتش تعطي، وزارة ما عادتش تعطي. شنو انا تو نسلم في مشاريعي ونجي نصرف على الجمعية؟ لا خوي ما نصرفش انا على الجمعية. وتو رجال الاعمال اللي قاعدين شادين في الجمعيات وخاصة الكبيرة اللي الدايوغ هم كلهم كيش يقولوا مش رئيس جمعية يعني هيئة تسييرية، صحيح هيئة تسييرية وكلهم هيئة تسييرية. وأكد لك أنا اليوم مستفادين بالمناصب متاعهم أكثر من الجمعيات متاعهم. ما تفوت دير لي شوز تلكالي، يلزم النظام الجمعيات يتبدل. تو انا مثلا جبت السيد من وذنه كي نقول لك في الكلام هذا، وما يعرفوا شنو يلزمهم يعملوا، يعرفوا اللي الكوره ما عادش تمشي في العالم بالاسلوب. قوانين لازمتها تتغير وليد، وعدت اشياء يا اخي طولتي في عده حصص سابقه وفي صلح. عده مواضيع كنا طرحناها خاصه على القوانين وقانون الهياكل الرياضيه، كنا طرحناه ألف 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 مره ولا حد سمعنا ولا حد تكلم عن الموضوع هذا ولا حد طرح حتى مجرد انه طرح الموضوع هذا. نحكي على صوره الاشراف والناس اللي هي بكره القدم في تونس. حقيقه وليد انا الموضوع هذا ولا يقلقني شويه، لا يزن تحكي فيه بريس كل اسبوع نحكي في موضوع الموضوع، وزارة الشباب والرياضة، قانون هيكل الرياضية، يلزم وقفة صحيحة للكرة في تونس، يلزم نغير القوانين، يلزم الجمعيات تولي في شركات. هذا حكيناه ألف مرة. محمد ريت الجمعية كي تولي شركة المينيموم، المينيموم نحكيه على الأربعة الكبار خوي العزيز، رام ليزانفستيسور يجيوك من بر. أنت كي تحطها معناتها كوتا في البورصة الجمعية راك تدخل منها فلوس. كي نبداو ما نلقاوش فما إرادة سياسية واضحة. إي فوالا، ما عندكش إرادة سياسية. ونقعدوا احنا نعملوا. نسألك سؤال والناس تسمع فيه، قدم الرئيس الجمعية في الحبس أكتويلمون من شرف الدين والوالي جلاد الرئيس الشاب شو اسمه؟ طفيق الهيش اسمه محمد علي زاد متاع محمد علي طفيق المكشر سامحوني طفيق المكشر يعني تو رؤساء الانديه رئيس سيدي بوزي خرجت على سيدي بوزي معناتها شوف لهنا التخليط السياسي بالرياض ما عادش تاكل راه ما عادش تاكل يا خويا. حاجه اخرى اذا كان احنا النظام الاحتراف ما عادش ماشي معانا ما عادش ماشي معانا يا خويا العزيز نرجع لنظام الهوايه. شنو هي المشكل؟ غلطنا نحن في الاحتراف يا خويا. تحب تجي تترنى وتكاور نعطيك كما انت بريم رمزي تفضل مرحبا بيك، ما تحبش برا امشي شوف جمعيه في الخارج امشي كاور على روحك. اما باش تخلي واحد برك يصرف على جمعيه زاد راهو ذا ما قالش به ربي غدوه يجيب لك زازار ايراني وما عندك ما تعمل له. الوضعية الحالية وليد ما عندك ما تعمل يجيبوا مدير فني يجيب نجار مع كامل احتراماتي للنجارة وخدمتهم النبيلة يجيبوا مدير فني يجيبوا ايراني الشبان فهمت يتكلم انت يا تكلم قول لا انا نخلص فيه انا نخلص فيه ما انا حر نجيب اللي نحبه. واضح وليد اكيد مع الوضعية الحالية لكرة القدم التونسية تخلي
هجرة المدربين أكيد نحكيوا عليها، هجرة المدربين إلى تونس، البطولات الجزائرية المغربية أيضا، البطولات الخليجية، وأخيرا وليس آخرا عمار السويح في وفاق سطيف الجزائري رسميا. عمار السويح هو المدرب القادم بالنسبة لوفاق سطيف الجزائري، أيضا معين للشعباني في مفاوضات متقدمة جدا مع نهضة بركان المغربي. محمد يظهر الكفاءات التونسية وإثبات مكانتها وإثبات علو كعبها في البطولات العربية، من حين إلى آخر قاعدين نسمعوا برشا مدربين ينجحوا في البطولات العربية. والله اخويا محمد نحن كيف نشوفوا الصورة هذه احنا نبدأ بالسوايح، احنا نفرحوا برشا تو كي نشوفوا سي عمار، خاطر معناتها يشرف الكورة ويشرف اسم المدرب التونسي، يعني في سواء كان معناتها في الجزائر او كان قبل كان عنده معناتها العديد من التجارب في السعودية. اما خليني نقول لك شنو اللي يخلي المدرب التونسي، خليني نقولها بكلمة واضحة، اللي يهرب من تدريب في داخل حدود الوطن، اللي هو في تونس المدرب التونسي ولا كومن ماتير كبش فداء، ماتير كونسومابل، يعني انا نجيبه على اي اساس ونحيه على اي اساس، على اي اساس نجيبه على اي اساس نحيه، يعني قول انت محمد فماش مشروع رياضي كامل مع المدرب. المدرب حاليا في تونس المهنه الوحيده اللي مصيره مش بيديه، مربوطة بكرة تضرب على البار، مربوطة بفلان يحبك ولا لا، بال يعني ظروف خارجية، مشاكة تقييم يصير، مشاكة تقييم يصير. على ذلك نشوفوا أنه العديد من المدربين التونس حاليا يخيروا كونهم يغادروا أرض الوطن حتى ولو ما تكونش العائدات المالية كبيرة. واضح محمد. وليد نحكي على معين الشعباني اللي قريب برشا، معين من نهضة بركان المغربي، فكر انه ايضا في المغرب فوزي بنزرتي على راس الوداد البيضاوي، نصر الدين نبي ايضا في الجيش الملكي المغربي، وممكن ياسر نجم نقولوا بنسبه 90% الاتفاق حاصل ما بين نهضه بركان المغربي والمدرب معين الشعبي. والله محمد هي حاجه اللي تفرح كونه الكفاءات التونسيه معترف بها خارج حدود الوطن. شوف انت الديبار نتاع نابي معناتها انسحاب من الشامبيونز ليغ، الناس اخرى راهو كانت تيكارتي، ولكن هما كي جابوه كانوا يعرفوا اللي هو الراجل متكون في المدرسه العريقه البلجيكيه. انا كان عندي عليه فكره كبيره برشا كانترونور في بلجيكيا، هو قبل ما يمشي للأفريق ويثبت معناتها الكفاءة نتاعه. وتمنيت والله تمنيت التوانسة يكون عندهم فلير ويجيبوه معناتها للبطولة نتاعنا، خاطر التدريب مش تاخو الدبلوم نتاعك وكسنا في الجمعية هذه العام جاي في الجمعية الأخرى وربيلوت هكذا دواليك، يزمك تصرف على روحك، يزمك تحضر معناتها الملتقيات. نهيك انت الانترنور متاع الجنوب افريقي متاع سان داونز، حب نقول لك اللي طور في الكوب دافريك مشى للبرازيل في فليمينينس، مشى قعد شهر يلبس تينو بفلوسه ويحضر ليزونترينمون كأوبسيرفاتور ويتعلم، ما وقفش على الدبلوم اللي خذاه. الناس تطلب في العلم معناتها رابط بيا وليد مدرب جنوب مدرب سان داونز، مدرب سان داونز ايضا مدرب جنوب افريقيا الحقيقه البلجيكي، كان حكى على ويليامز حارس المرمى، قال تابعت اكثر من 68 مباراه لانه ويليامز محترف في الدوري النيجيري. تو الاولاد يثبتوا لي، لانه حسب المعلومات اللي عندي ويليامز حارس جنوب افريقيا يحترف في الدوري النيجيري، ما كانش هو تو في سان داونز، هو تو في سان داونز لكن قبل سان داونز كان في الدوري النيجيري. يقول اني تابعت اكثر من 60 مباراه باش لقيت الحارس المرمى هذا ويليامز، يعني ما كانش في القائمه الموسعه نتاع المدرب جنوب افريقي. اكزاكتومون، يعطي الصحه اونترنور يعرف يخدم، يخدم على روح. وقت اللي انت تعطي 60 ماتش باش تتفرج في جوست ان بوست، بار كونتر احنا قبل الكان بثلاث ايام قبل ما نسافروا الشامبيونات نتاعنا تلعب، واحنا ستاف تكنيك نتاعنا تعمل في شيشه في قهوه في جربه.
واضح وليد خبر عاجل خبر عاجل لانه ما نجمش نحيه اكيد. ومن جديد مشكور جدا مشكور جدا فتح السالمي لمدنا بكل الاخبار الحينيه اللي قاعده تو معناتها مراد العقبي والاولمبي البيجي نهايه العلاقه ما بين الفريقين. مراد تم التخلي رسميا على مراد العقبي من الاولمبي البيجي. انا نحكيه على المدربين التوانسه وخاصه محمد من بكري كنا نحكي على المدربين التوانسه. ومن جديد مشكور جدا فتحي السالمي. محمد تعليقك. معناتها على اثر اللي كنا نحكيو فيه، على اي اساس انت تجيب ان انترونور وعلى اي اساس نحيه؟ يعني فما اوبجيكتيف اكسي انت حطيته، مازالت قلنا البطوله مازالت قدامنا، مازال المفس طويل، ما يعني سي مراد العقبي مازال كيف حقق نتائج مع الاولمبي البيجي كما قلنا في نهائي كاس السوبر، يعني على اي اساس انت تجيب سي مراد وعلى اي اساس نحيه؟ يعني هذه هي ما نصورش نحاوه مشى وحده. إذا كان لي كونديسيون ما مش فافورابل باش تخدم تقعد في داركم خير. إذا كان داير هو قال لك في الماتش الاخراني اللي خسروا ضد مستقبل سليمان، قال لك بعد الكوب صارت لي مشاكل، فصارت لي غيابات نتاع لي جوار لي زونترينمون غايبين على خاطر ما خذاوش مستحقاتهم المادية. مدرب قدامه معناتها حالات اجتماعيه، اخي جاي يخدم ولا جاي باش يسمع هذا ورقه الضوء مش خالصه والاخر الكريم مش خالص والاخر الريستورون يسالو، راهو ما تبرشا دي فاكتور تدخل في نجاح عمل مدرب. راهو ما تجيش معناتها تقيم عمل مدرب في مقابله تاع 90 دقيقه. شوف لي زاكوتي، شوف بين ظفرين هم يعني فيه الناس هذوما. شوف نرجع لك لي زونترونور بالنسبه لعمار السوايح. عمر سويح من لي زونترونور اللي نحترمهم برشا في تونس، ونحترم مسيرته ونحترم الكارير نتاعو. بدا مستقبل واد الليل، شوف ما انت ما حرقش المراحل، بدا مستقبل واد الليل، قرنبالي الرياضيه، نادي رياضي الحملنف، نجم رياضي الساحلي، بعد خذا المنتخب. في الباركور هذا كل ما تنجم كان تتصنع كمدرب، وخذا حتى الترجي الرياضي التونسي وحقق. بري وليد سامحني مش قاطعك مره اخرى، لانه في موضوع بعلاقه مراد العقبي بيه. لانه تقريبا نجم نقولوا شبه رسمي مراد العقبي انتهت العلاقه نتاعو شوي اخر مش اجتماع بهيئه الاولمبي البيجي والاعلان الرسمي ان شاء الله في الساعات القليله القادمه، مش لاسباب فنيه، هذا ناكدوا ماهوش لاسباب فنيه، مش اسباب فنيه المؤكد. وهي من الحقيقه برشا ما حبوش يخرجوها، حتى من باجا حاولت نسال وحاولت نتصل، لكن المعلومات اللي عندنا انه برشا ملاعبيه في باجا رافضين مراد العقبي. ابو والله والله انا اللي نعرفه مراد خدام ومتربي، وحضرت مع برشا استاجيت بصراحه اول مره نسمع معناتها الكلام هذا. بون تو بالوقت تو نعرفه ما عندكش ثقة في مصادري وليدي؟ لا لا عندي ثقة في مصادرك، لكن أنا نحكي لك على الشخص كشخص إنسان ذو خلق ومتخلق، وريته يخ عمل لا بالحرف الواحد. فما ملاعبية قالوا ما عادش النجم نواصلوا نخدموا معاه، هو لي سيفير في خدمته خويا، فماش دلال في اللي زونتر. أرجع لي العمار، العمار سوايح سامحني وليد قطعتك. قلت لك أنا معلومة عنا محمد، احنا ما هبطناهاش احتراما في سي عمار سوايح. أنا قابلته الأسبوع الفارط وفي مخه برنامجه قيس الزواغي اللي من منبر هذا نوجه له تحية كبيرة، حقق في نجاحات كبيرة في مستقبل جيبس، متصدر الترتيب ولو أنهم هما جابوها على مانتيا، اليوم ولاو طامعين في السعود. سي عمار قال لي أنا شخصيا اللي هو يحبذ يكون معاه قيس الزواغي، داير دربه هو في النجم الرياضي الساحلي ويعرف الكومبيتونس نتاعو، كفاءات موجوده في تونس الحقيقه، وهو دليل او دليل محمد خمير بحذانا. ونتمناو معناتها داير الكونترا نتاعو، واش نقول لك انا دو زون ودمي في الجزائر. سي عمار في بالي عام ونص، لا دو زون ودمي دون ثبت الكونترا نتاعو دو زون ودمي. انا من لسانه هو قال لي دو زون ودمي ويحب يهز معاه الاطار الفني التونسي قيس الزواغي وبتيتر ان انترونور دي غارديان. بريف انا اللي قاله لي عامين ونص يسبو، خاطر انا كحكي لي قبل الكونترا بنهار
وأكد عليه باش ما نخرجوش محمد الأخبار. وأنا تدربت عنده ونحترمه برشا الشخص ذاك، وفرحت ياسر الاختيار. ومعناتها القيس الزواغي، شوف معناتها محمد راهو ستاف تكنيك. اليوم نحكيه على ستاف، ماش نحكيه على مدرب. وقت تمشي انت باش تخدم يزكون يكون معاك ستاف تكنيك متاعك. لابروف المشكل اللي صار في البارك تاع النادي الافريقي، لي زا دو جوا كيزون روفيزي كافالي. واش نحكيو فيه وليد في الجزء القادم؟ واش نحكيو على النهائي؟ لا لا مش نحرك لك في الامم افريقيا وكاس اسيا. واش نحكيو على مدرب النادي الافريقي كافالي؟ وهذه الصوره علي المديني الصوره هذيك اخر لقاء فاجئنا بها، فاجئنا بها علي المديني الصوره وليد بن حاحة رفقة عمار السويح. بصراحة محمد أكد عليها باش حتى وأنا وقيس كي نحكيه ويزم الخبر يقعد. شكون خذا الصورة تحسها معناتها؟ لا ما نجمش شنو نحسها. تحسها صورة معناتها نتاع عمار السويح. شوف مش أنا برك اللي ترناو عنده الكل يحترموه ياسر ويحبوه ياسر، وكفاءة كفاءة كبيرة. ونتمنى له النجاح والتوفيق. والسؤال هذاك شكون خذا التصويره وما عادش تعاودها؟ لاني انا مش نعرف رسمي، معناتها نعرف شكون خذا التصويره لكن نجم نعرف شكون خذا التصويره. لا ما نقولكش مش نجم نعرف منك انت. لا يا وليد انت اخر اهتمامي. نجم نعرف شكون خذا التصويره هذه اكيد بالتحاليل اللي نجم نعملها انا، ماك تعرفني انا يعني. ساعات نستنتج نستنتج من تحاليل معينه نجم نقوم بها ونجم نطلع شكون خذا الصوره هذه. وليد مازلنا مواصلين المشوار، مازلنا محمد سامحنا طولنا عليك شويه، مازلنا مش نحكيو على كاس امم افريقيا النهائي الكوتيفوار نيجيريا، ايضا مش نحكيو على تتويج قطر بكاس امم اسيا. وليد بن حاحم بكري مغشش شويه على قطر والاردن النهائي تو نحكيو فيه، ايضا مش نرجعوا نحكيو على المدرب الجديد للنادي الافريقي منذر الكبير. كل هذا واكثر مش تلقاو معنا في استاد الكاب شويه خير. تو خليكم على الاخبار مع زميلتنا ملاك الدوزي في قسم الاخبار ونرجعوكم من جديد.